ازاي بغير ستايلي وبلبس حاجات ملهاش اي علاقة ببعض وفي الاخر بيطلع كلهم شكلهم حلو. هاي، لو انتوا اول مرة بتشوفوني اسمي نورهان، بعمل فيديوهات كتير هنا على التشانل كلها حاجات ليها دعوة باللايف ستايل والميك اب والسكين كير والاهتمام بالنفس. فلو انتوا اول مرة تشوفوني اعملوا سبسكرايب او اشتراك للتشانل من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، بعدها فعلوا علامة الجرس. لو انتوا بتتفرجوا عليا دايما يا اهلا بيكم تاني. النهاردة الفيديو عن ازاي بختار لبسي، بس خلينا نقول احلى كومنتات على الفيديو اللي فات وبعد كده ندخل في الفيديو. اول حاجة لازم اقولها، زي ما انا دايما بقول لكم، احنا كلنا حلوين، كلنا اجسامنا حلوه، كلنا جسمنا كويس، ما حدش فينا محتاج يغير اي حاجه في نفسه ما دام هو حابب نفسه بالشكل ده. بس الفكره ان احنا اذواقنا بتختلف، ممكن حد يعجبه ستايل اللبس ده، ممكن حد لا، ممكن حد يعجبه شكل الجسم ده، ممكن حد لا. فربنا ما خلقش حاجه وحشه، احنا كلنا حلوين بكل اشكالنا، بكل اجسامنا، بكل الواننا، بكل القصات اللي بنعملها في شعرنا، احنا كلنا حلوين. وبس دي حاجات للموضه وللفن واللي هو نعيش حياتنا ونتبسط يعني. فاوعوا ابدا تتضايقوا من شكل جسمكم، لو في مثلا ديفو في جسمكم ده شيء عادي، لان احنا بشر ومش كاملين. لان هو مين اصلا قال ان هو ديفو؟ مين قال ان الحاجه دي وحشه اصلا؟ احنا اللي قلنا، فما دام احنا قلنا يبقى كلامنا ملوش اي لازمه. انا سريعا هقول لكم الثلاث خطوات اللي انا بعملهم عشان اختار ستايل اللبس او شكل اللبس النهائي اللي انتم بتشوفوه، او ثلاث حاجات بفكر فيهم وانا بلبس. اول حاجه بفكر فيها هو شكل جسمي. في اشكال للجسم مهما كان وزنك، على فكره هو ملوش علاقه بالوزن، هو ليه علاقه بشكل جسمك نفسه، شيب جسمك عامل ازاي. انا هطلع لكم صوره دلوقتي فيها اشكال الاجسام، على الغالب دي اشكال اجسام البشر في البنات يعني. فانت بقى تقومي تبصي في المرايه وتشوفي شكل جسمك انهي واحد فيهم. انا عن نفسي لما بكون وزني زايد شويه عن طبيعتي بكون شكلي اللي هو المستطيل، ولما بخس شويه وسطي بيظهر وبلعب رياضه كده فوسطي بيظهر، فببقى ساعه رمليه. تاني حاجة بفكر فيها هو الستايل اللي أنا عايزة ألبسه، هل هيمشي عليا؟ هل هو موضة؟ هل الستايل ده دلوقتي الناس بتلبسه وشكله حلو، ولا هو دلوقتي بقى قديم؟ وعشان تعرفوا في يعني انواع كتير جدا جدا من ستايل لبس، يعني عندكم النوع الترندي، عندكم النوع الفينتج هو قديم شويه لبس تحسيه قديم شويه، عندكم ستايل التوم بوي اللي هو تحسيها البنات لابسه ولادي شويه او لابسه تيشرتات اوفر سايز، في مثلا الستايل الانوثي اللي هو الفيمينيم قوي، بتبقي لابسه كده تحسي ان انت يعني انثى قوي. تقريبا في ستايل اسمه بانك، ده اللي هما بيلبسوا شبه الكوريين كده شويه، عارفين لبس الكوريين ده اللي هو الحاجات القصيره قوي دي والمكسره كده، ده تقريبا لبس الكوريين كده، تحسوا في حزمه غريبه كده اللي هم بيلبسوه الايدلز. المهم ان في يعني مئات انواع الستايلات بتاعت اللبس، فانت ممكن تنقي الستايل اللي انت حباه وتشوفي بقى الستايل ده دلوقتي متواجد ولا لا، الستايل ده ماشي على شكل جسمك او لا. تالت حاجة بفكر فيها هي الالوان. انا اخترت الستايل وعرفت اذا كان ماشي على شكل جسمي وعرفت اذا كان موضة ولا لا، اعرف بقى الالوان اللي انا هختارها عشان الستايل. وعايزة اقول لكم ان الالوان ممكن تقلب يعني اوتفيت من وحش جدا لحلو جدا، لو انتوا بس اخترتوا الالوان الصح. في كذا طريقة ان انتوا تختاروا الوان اللبس، اسهلها هي عجلة الالوان. عجلة الالوان دي كل لونين جنب بعض بيكونوا ماشيين جنب بعض، وكل لونين قصاد بعض بيكونوا ماشيين برضو مع بعض. وفي بقى الطريقة اللي هي المثلث، المثلث دي اللي هو لو عايزة اوتفيت فيه ثلاث الوان، فكل مثلث بيتعمل على دايرة الالوان بيكون اوتفيت كمان ماشي على بعضه. تاني حاجة ممكن تختاروا بيها الالوان هي الالوان المحايدة، زي الابيض والاسود والبيج. الالوان دي الوان محايدة، يعني لو حطيتوا عليها اي لون تاني على الغالب هتمشي عليه. يعني تخيلوا كده ان انتوا لبستوا اي حاجة على اسود هتمشي، اي حاجة على ابيض هتمشي. وتالت طريقة هي تنسيقات الالوان اللي بتكون مشهورة في الوقت ده. يعني احنا مثلا عندنا دلوقتي الحاجات المشهورة اللي هو المونوكروم. المونوكروم ده اللي هو بتلبسي كل الاوتفيت لون واحد، ممكن بدرجاته، ممكن نفس اللون. دلوقتي مثلا احنا في سيزون الصيف، الحاجات اللي طالعة ترندي في الالوان ان انت تلبسي فوشيا واخضر مع بعض، اللون الازرق الرويال طالع دلوقتي برضو كمان ان انت تلبسيه لو بسوت او حاجه، السوت الرويال بلو ده طالع مشهور جدا دلوقتي، حاجه ترند يعني. كمان فكره الالوان بيكون في يعني حسب السيزون بيبقى في الوان مشهوره للسيزون. ده كده انا ازاي اصلا بختار الستايل
او اللبس اللي انا عايزة البسه. في حاجات بقى لما بعملها بحس ان يعني شكل اللبس بيطلع شكله احلى. اول حاجة هي الاكسسوارز. انا بحس ان انا كل ما بزود في الاكسسوارز يعني البس حلق وخواتم وحاجات في ايدي وسلاسل كتير، بحس ان شكل اللبس مش بيبقى شيك. يعني بحس ان كل ما بخلي الموضوع يعني سيمبل اكتر كل ما الموضوع بيبقى شكله احلى ايا كان الستايل اللي انا لابساه. وتاني حاجة ودي لاحظتها ان هي بتفرق جدا جدا، ان انت تمشي شعرك والميك اب على الستايل اللي انت لابساه. حتى لو انت محجبة تمشي الميك اب اللي انت حطاه والحاجة يعني الطرحة اللي انت لابساها او شكل الطرحة او ستايل الطرحة على ستايل اللبس. ما يعني ما يبقاش مثلا شعرك في وادي واللبس اللي انت لابساه في وادي تاني خالص، ده برضو بيخلي شكل اللبس احلى. كمان اللي لاحظته ان كل الناس عندها وسط، كل الناس عندها وسط، فكل ما تخلي وسطك يعني يبان اكتر في الاوتفيت كل ما هيبقى شكله احلى. يعني انت ممكن تكوني لابسه فستان طويل وواسع وحاسه ان هو مثلا شكله مش حلو او حاسه ان هو يعني مش مبين شكل جسمك حلو، اول ما تحطي بلت هتلاقي شكل الفستان اختلف وكانك لبستي فستان تاني وبقى شكله حلو جدا. ودي حاجه اتعلمتها من واحده اجنبيه، هي مشهوره قوي بس انا بنسى اسمها، يعني معروفه بره قوي في عالم الفاشن والموضه وبتعمل على طول اوتفيت وكده. هي كانت بتقول ان دايما يعني في يعني الست دايما ليها وسط، فكل ما الوسط ده يبان في اللبس كل ما شكل اللبس هيكون احلى. كمان اللي لاحظته ان ممكن الشخص يعدل شكل جسمه باللبس وبالوان اللبس. يعني انت مثلا لو من فوق يعني حاسه نفسك عريضه شويه عن من تحت، ممكن انت تخلي في الاوتفيت اللون الغامق اللي في الاوتفيت هو اللي فوق، او مثلا ممكن توازني ده بالستايل نفسه، ان انت مثلا تلبسي حاجه تكون ليها وسط وبعد كده نازله على واسع، فده مش هيبين اصلا رجليكي، فمش هيبين ان رجليكي اصغر من كتافك. ففكره تعديل شكل الجسم باللبس والالوان دي كمان بتفيدني جدا وانا بختار الستايل بتاع اللبس. اكون قلت لكم تقريبا كل الخطوات اللي انا بتبعها يعني، او الحاجات اللي انا استفدت منها وتعلمتها في عالم الفاشن والموضه. والحقيقه ان انا دايما زي ما بقول لكم بحاول اخد من الموضه والحاجات اللي طلعت ترند الحاجات اللي تناسبني، الحاجات اللي تناسب شخصيتي، الحاجات اللي انا شايفه ان انا ممكن البسها. بس انا واحده بحب اغير في الستايل بتاعي، يعني انا بزهق جدا، بزهق من اللبس وبزهق من الميك اب، تلاقوني دايما غيرت الميك اب، غيرت شعري. يمكن شعري اكتر حاجه يعني بخاف اجرب فيها لاني بخاف عليه، يعني بخاف ان هو يبوظ، لكن اللبس مش هيبوظ يعني، فيمكن اللبس اللي بحب اجرب فيه شويه. وكمان انا وريتكم في خلال الفيديو كام ستايل كده انا لبستهم. قولوا لي بقى لو انتوا حابين فكره الفيديو اعمل لكم فيديوهات زي دي تاني، قولوا لي لو انتوا عايزين اعمل لكم فيديو بس كله عباره عن تنسيقات وحاجات لبس وكده. وبس كده ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.